السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن رجل من أصحابنا سراج، وكان خادما لأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: بعثني أبو عبد الله الصادق في حاجة وهو بالحيرة، أنا وجماعة من مواليه. قال: فانطلقنا فيها، ثم رجعنا عند الغروب مغتمين، أي عند الغروب. الرواية بها مقدمة، الآن لا علاقة لي بالمقدمة. ثم الإمام سلام الله عليه عندما رجعنا من السفر جاءنا، ثم قال وسألنا عما بعثنا لأجله. كانت له حاجة، وهي معرفة وضع موالي الإمام سلام الله عليه في تلك المنطقة، من قبيل أنه الآن مسؤول أو قائد يبعث أحد خدامه لمعرفة مواليه في منطقة أخرى. الإمام سلام الله عليه كان يتفقد الموالين والشيعة في المناطق المختلفة، فعندما بعث هذه الجماعة ورجعت هذه الجماعة، الإمام سلام الله تعالى عليه أتى هذه الجماعة فسألهم عما وجدوا هناك. يقول: فسألني عما بعثني له، فأخبرته، فحمد الله، ثم جرى ذكر قوم، فقلت: جعلت فداك، إنا نبرأ منهم. هذا الإنسان الذي بعثه الإمام يقول: نحن نبرأ من أولئك الذين ذهبنا إليهم. خب، لماذا تبرؤون؟ قال: إنهم لا يقولون ما نقول. هذه الاعتقادات التي نحن نعتقدها هم لا يعتقدون بها. فقال الإمام سلام الله عليه: يتولون ولا يقولون ما تقولون. يحبون هم من موالينا أم من مبغضينا؟ يظهر أن تلك الجماعة وأولئك القوم كانوا من موالي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، من الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا يقولون ما يقوله هؤلاء. فقال: يتولون ولا يقولون ما تقولون، تبرؤون منهم. قال ذلك الإنسان: قال: قلت نعم. يتولوكم، هم من الموالين لكم، ولكنهم لا يقولون بهذه الاعتقادات التي أنتم أو نحن نقول بها، والذين نحن قريبين منكم. قال الإمام سلام الله عليه، التفتوا للجواب، الرواية طويلة ولكنه نحن نأخذ منها بعض المقتطفات. التفتوا لجواب الإمام سلام الله عليه، قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم. خب، نحن في الاعتقادات أيضا يوجد عند الأئمة سلام الله عليهم ما لا يوجد عند شيعتهم. إذا كان هذا هو الملاك في البراءة، خب، كان ينبغي أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يتبرؤون من جميع شيعتهم. إذن ليس ملاك البراءة هو أن يقول الإنسان، ليس ملاك التولي هو أن يقول الإنسان ما تقول أنت. هو في درجته يقول شيء، وأنت في درجتك تقول شيء، ولكن هناك إطار عام واحد يجمع الجميع. فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم. ثم الإمام سلام الله عليه قال: فقلت: لا جعلت فداك.
قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا. خب يقينا الله سبحانه وتعالى كما في روايات كثيرة أن هناك كثير من الأمور استأثرها في غيبه لم يطلع عليه أحدا، لا من نبي ولا من ملك ولا من مؤمن. روايات صريحة بهذا المضمون، وهي الأسماء المستأثرة، الأدعية صريحة في هذا المضمون. هو عند الله ما ليس عندنا، أفتراه أطرحنا؟ إذا كان هذا ملاك البراءة، كان ينبغي لله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يتبرأ من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه يوجد عنده ما ليس عندهم. الإمام سلام الله عليه قال: قلت لا، جعلت فداك، ما نفعل؟ قال: فتولوهم ولا تبرؤوا منهم، ولا تتبرؤوا منهم إذا كانوا من الموالين لنا. وإن كانت هناك بعض اشتباهات في عقائدهم، هذا ليس ملاكا للبراءة، هذا ليس ملاكا للطرد، هذا ليس ملاكا للاتهام، لا لا أبدا، لكم دينكم ولي دين، ولكن بهذا المعنى، بمعنى أن كل واحد له درجة في الإيمان. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من المسلمين من له سهم، ومنهم من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له خمسة أسهم، ومنهم من له ستة أسهم، ومنهم من له سبعة أسهم. درجات الإيمان. ثم قال: فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، إلى أن يقول: ولا ما عليه الستة على ما عليه السبعة. ثم الإمام سلام الله عليه يكون بصدد ضرب مثال، يقول: وسأضرب لك مثلا لبيان درجات الإيمان. هذا المثال احنا ضربناه هنا، ولكن الآن نقرأه من الرواية تبركا. إن رجلا كان له جار وكان نصرانيا، فدعاه إلى الإسلام وزينه له فأجابه، وبذاك النصراني صار مسلم. يقول: فأتاه سحيرا في السحر فقرأ عليه الباب، فقال له: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة، نذهب إلى صلاة الصبح. قال: فتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه. قال: فصليا ما شاء الله، ثم صليا الفجر، ثم مكث حتى أصبح. فقام الذي كان نصرانيا يريد منزله، فقال له الرجل: أين تذهب؟ النهار قصير، والذي بينك وبين الظهر قليل. قال: فجلس معه إلى أن صلى الظهر، ثم قال: وما بين الظهر والعصر قليل. فاحتبسه حتى صلى العصر. قام وأراد النصراني أن ينصرف إلى منزله، فقال له: إن هذا آخر النهار وأقل من أوله. فاحتبسه حتى صلى المغرب، ثم أراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له: إنما بقيت صلاة واحدة. قال: فمكث حتى صلى العشاء الآخرة، ثم تفرقا. فلما كان سحيرا من اليوم الآتي غدا عليه، فضرب عليه الباب، فقال: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: وما حاجتك؟ قال: توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا للصلاة، نصلي. قال: أطلب لهذا الدين من هو أفرغ مني، وأنا إنسان مسكين وعلي عيال، لابد أشتغل، ما يصير أتفرغ كل العباد. فقال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: التفتوا، أدخله في شيء وأخرجه، أدخله في الإسلام، ولكن حمله ما لا يستطيع، فصار سببا ماذا؟ للخروج عن الإسلام. هذه الرواية فيها عبر كثيرة.
العبرة الأولى بنحو الإجمال، أنا أذكر بعض هذه العبر. العبرة الأولى التي نأخذها من هذه الرواية الشريفة، لا ينبغي للإنسان إذا قد الله سبحانه وتعالى رزقه اعتقادا عاليا صحيحا ودقيقا، إذا وجد من هو أدنى منه لا يتهمه بأنك كافر، بأنك خارج من الدين، بأنك ناصبي، بأنك سني، هذا لا يتهمه. هو في الدرجة من الإيمان الله سبحانه وتعالى رزقه طوبى له وحسن مآب، ما يغالف، ولكنه عليه أن يأخذ بيد الضعيف ليرفعه إليه، مو أنه يتهمه. ورواية عندنا بهذا المضمون، الرواية: قال لي أبو عبد الله الصادق: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء. لا يقول اللي واقف في السلم الثاني، في اللي واقف في السلم الأول يقول له: أنت لا إيمان لك، أنت خارج عن مذهب أهل البيت، أنت متهم بكذا وكذا، لا لست على شيء، حتى ينتهي إلى العاشر. التفتوا جيدا، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. إذا كان البناء أنت تقول لمن هو دونك لست على شيء، فمن هو فوقك من حقه أن يقول لك ماذا؟ لست شيئا، وفوق كل ذي علم عليم. إذن مهما بلغ الإنسان في العلم ومهما بلغ الإنسان في الاعتقاد، يوجد فوقه علم أو لا يوجد؟ وإذا كان البناء أنت من حقك أن تسقط من هو دونك وتتهمه بالخروج من المذهب، وأنه وأنه وأنه، خو من حق الذي من هو فوقك ماذا؟ أن يخرجك أيضا من الإيمان ومن المذهب. ثم قال: وإذا رأيت من هو أسفل منك في الاعتقاد بدرجة فارفعه إليك برفق، خذ بيده كالطفل الذي يحبو يقوم ويقع يقوم ويقع، يجب عليك أن تدفعه، لو يجب عليك أن تأخذ بيده. العالم في مدرسة أهل البيت هذه وظيفته، مو وظيفته أن يطرد الآخرين، وإنما وظيفته ماذا؟ أن يأخذ بأيديهم إلى الحق. فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، يكسر ما يستطيع لا يطيق، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. توبته هذه، مو أنه يتهم الناس في البيت في صلاة الليل يستغفر الله، لا، هذه التوبة لا تقبل في مثل هذا المورد، لأنه توبة كل شيء بحسبها. العبرة الأولى التي نأخذها من هذا السنخ من الروايات، أنا إنما أقول هذا المطلب باعتبار أنه يطرق سمعي هنا وهناك، الإخوة يكثرون السؤال بأن الإنسان إذا وصل إلى اعتقاد معين، افترضوا هو الاعتقاد الصحيح، افترضوا، وإلا لا دليل على أن اعتقادك هو الصحيح واعتقاد ذاك الإنسان هو الباطل. نعم، يوم القيامة سيتضح الأمر أن اعتقادك كان هو الصحيح واعتقاد ذاك الإنسان هو الباطل، أو بالعكس. ولكن على فرض أن اعتقادك هو الاعتقاد الصحيح، فلا ينبغي لك أن تتهم الآخرين بأنهم خارجون عن المذهب، بأنهم معادون لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه العبرة الأولى. العبرة الثانية والدرس الثاني الذي نأخذه من هذه الرواية، أن الإنسان ينبغي ألا يكلف الآخرين ما لا يطيقون. أنت إذا وجدت نفسك أنك قادر على أن تقوم بأعمال، بأذكار، بعبادات، هذه مو بالضرورة أن الآخرين أيضا قادرون على هذا المستوى، فلهذا حاول أن ترفق مع الآخرين، أن تقوم معهم أو تأخذ بأيديهم برفق. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث الذي هو درس أهم لعله من الدرسين السابقين، هو أن الإنسان ينبغي أن لا يحمل نفسه أكثر مما يطيق. أخر بعض الناس يأتي إلى شخص كبير، هذا الإنسان متمرن وعنده رياضات 40 سنة 50 سنة، تجده في العبادات هو متقدم، فيريد أن يكون ماذا؟ مثله، هو يريد يلحق به، يستطيع أو لا يستطيع؟ فلا يستطيع، فيحصل له اليأس في نفسه. ينبغي على الإنسان ألا يحمل نفسه ما لا
يطيق. إذا وجد أن إنسان درجته في العمل 100% وهو يريد أن يبدأ هذه المسيرة، ليحاول أنه أيضا في اليوم الأول يكون معه ماذا؟ من حيث العمل ومن حيث الذكر ومن حيث الدعاء ومن حيث الارتباط. لا ليس الأمر كذلك. أيضا يجب أن يأخذ بيد نفسه، يراعي نفسه برفق، فإن للنفس إدبار وإن للنفس إقبال. إذا كانت النفس مقبلة الإنسان يستفيد، أما إذا وجدتم لها إدبار فلا تضغطوا عليها، لا تحملوها ما لا تطيق. نرجع إلى محل الكلام الذي انتهينا إليه في الكتاب، صفحة بل الرواية مولانا مع الأسف لم نذكر المصدر. الرواية في الكافي في درجات الإيمان، الحديث الثاني وصفحة 42 من الجزء الثاني، الحديث الثاني باب درجات الإيمان. ثم هذا الحديث الثاني الذي قرأناه صفحة 44 الجزء الثاني من الكافي، الحديث الثاني أيضا. انتهينا في بحث الأمس فصل في الموازنة، ومن الأمور التي تعين الإنسان في هذا السلوك والتي يجب عليه الانتباه لها هي الموازنة. طبعا الذي يقوم بعمل الموازنة هو العقل. أنت جنابك عندما تأتي إلى السوق لكي تعمل وتحصل على ربح، عندك رأس مال، هذا الرأس مال تريد أن تشتغل به لكي تربح. تعرض عليك بضاعة، تسأل إذا اشتريت هذه البضاعة ما هو الربح الذي أحصل عليه؟ يقال لك أن الربح الذي تحصل عليه 10%. ثم تعرض عليك بضاعة ثانية فتسأل هذه البضاعة إذا اشتريتها ما هو الربح الذي أحصل عليه؟ فيقال لك 20%. ثم تسأل بضاعة ثالثة تعرض عليك ما هو الربح الذي تجنيه؟ يقال لك 50%. أنت كتاجر عندما تفكر في المصلحة والمفسدة والربح والخسارة، أي بضاعة تشتريها؟ الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ من الواضح سوف تقدم على تلك البضاعة التي ربحها 50%، ربحها أكثر ومشقتها أقل. من الواضح، من يقول لك هذا؟ لماذا لا تشتري تلك البضاعة التي ربحها 10% ومشقتها أكثر؟ من الذي يقول لك لا بد من الإقدام على شراء بضاعة وسلعة ربحها أكثر ومشقتها ماذا؟ أقل. من الذي يقول لك ذلك؟ من الواضح أن القوى الشهوية الغضبية الوهمية لا تفهم أنه المشقة أكثر أو الربح ماذا؟ أقل، وإنما تريد أن تصل إلى ما يلبي حاجتها. نعم العقل هو الذي يقول لك في مثل هذه الموارد، أنت انظر إلى تلك البضاعة وتلك السلعة، حاول أن تشتري بضاعة ربحها أكثر ومشقتها أقل. خب، أنا وأنت من الذين نؤمن بأن هناك دين، بأن هناك إسلام، بأن هناك قرآن، بأن هناك علماء، بأن هناك أدلة عقلية تقول لنا أن الإنسان هناك بضائع لو اشتراها في هذه الدنيا تاجر بها فإنه يوجد عنده ربح، ولكن الربح قليل والمشقة شديدة. خب، هذا الربح أيضا دائم أو ليس بدائم؟ ليس بدائم. في قبال ربح ذاك الربح وتلك التجارة، أولا الربح فيها كثير والمشقة فيها قليلة، والربح والسعادة فيها ماذا؟ دائمة غير منقطعة. هسه الإنسان إذا وازن بين الأعمال
يعني بين تلك الأعمال التي تظهر فائدتها في الدنيا ويعقبها عقاب أخروي، وبين أعمال فائدتها في الأخرى ولكن بدل ذلك يوجد ثواب دنيوي. إذا دار الأمر بين الأمرين ماذا يحكم العقل؟ ماذا يقول العقل؟ هنا من الواضح إذا كان الإنسان سويا، إذا كان الإنسان عاقلا، فإنه من الواضح لا يقدم على عمل هذا العمل في هذه الدنيا أولا ربحه قليل وغير دائم، وثالثا وهو الأهم أنه مشوب بالآلام. أساسا هذه النشأة وهي نشأة الدنيا، الله سبحانه وتعالى لم يجعل فيها لذة وسعادة خالصة أبدا، لا يوجد فيها اللذة والسعادة الخالصة، هي مختصة بنشأة الآخرة، هذا أولا. وثانيا أن اللذائذ التي توجد هنا منقطعة الآخر، بخلاف اللذائذ الموجودة ماذا هناك، فإنه لا آخرة لها. وثالثا أن اللذائذ التي توجد هنا فيها مشقة، يعني تلازمها مشقة، وتلك المشقة سجرها جبارها لغضبه. تلك المشقة نار جهنم، تلك هي المشقة، ولكن بالخلاف بعكسها فإنه المشقة التي يجدها الإنسان في الدنيا فإنه ماذا؟ فإنها قابلة للتحمل. فلهذا ورد في الرواية حفت الجنة بالمكاره وحفت النار ماذا؟ الشهوات. الجنة الإنسان إذا أراد الوصول إليها فيها مجموعة من المكاره، مجموعة من المصاعب، مجموعة من الآلام، ولكنه في هذه النشأة الفانية السريعة الزوال. فلهذا هنا سيد الإمام قدس سره الشريف يقول: ومن الأمور التي تعين الإنسان في هذا السلوك إلى الله والتي يجب على الإنسان الانتباه لها هي الموازنة. فالموازنة هي أن يقارن الإنسان العاقل بين منافع ومضار كل واحدة من الأخلاق الفاسدة والملكات الرذيلة التي تنشأ عن الشهوة والغضب والوهم، عندما تكون تلك هذه القوى حرة وتحت تصرف الشيطان، وبين منافع ومضار كل واحدة من الأخلاق الحسنة والفضائل النفسية والملكات الفاضلة والتي هي وليدة تلك القوى الثلاث الشهوية والغضبية والوهمية، عندما تكون تلك القوى تحت تصرف العقل والشرع ليرى على أي واحدة منها يصح الإقدام ويحسن العمل، يوجد موازنة ليرى بأنه ينبغي أن يقدم على هذا العمل أو يقدم على ذلك العمل. ثم الإمام قدس سره الشريف يبين لنا، يقول بأنه النفس في مرتبة قوتها الشهوية، والنفس في مرتبة قوتها الغضبية، والنفس في مرتبة قوتها الوهمية، كلما انتهت إلى شهوة وحصلت على شهوة تكتفي أم تطالب المزيد؟ ها؟ يعني أن الإنسان لو كان مالكا للكرة الأرضية، للكرة الأرضية، يكتفي بهذا المقدار أو يطلب أن يكون مالكا لما في الكرات الأخرى، أي منهما؟ إذن دائما الإنسان يصل إلى درجة يكتفي أو لا يصل إلى درجة يكتفي، هذا بحث
إن شاء الله تعالى سيأتي إذا وفقنا له في الحديث 11 في حديث الفطرة. في حديث الفطرة هناك في صفحة 175 الحديث 11 بحث الفطرة فطرهم جميعا على التوحيد. هناك بحث قيم وأساسي سنتعرض له إن شاء الله تعالى عند التعرض لبياني وشرح حديث الفطرة. هناك السيد الإمام سيبين لنا من خلال الآيات والروايات أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطورا على حب الكمال اللامتناهي. أي شيء يطلبه ويتصور أنه كماله في ذلك ولذته في ذلك وسعادته في ذلك، هل يقف عند حد أو لا يقف عند حد؟ لا يقف عند حد، فهو يطلب اللامتناهي، يطلب اللامتناهي. فإذا كان الإنسان يطلب اللامتناهي في هذه الدنيا، يستطيع أن يحصل على ذلك أو لا يستطيع؟ لأن كل ما يملك متناهي أو لا متناهي، ها؟ دائما كل ما يملكه يجده ماذا؟ متناهيا. فهو صحيح يلتذ ويبتهج بالذي عنده، ولكن عنده ألم للذي ماذا؟ للذي يفقده. وهذا الذي أشرنا إليه فيما سبق من أن اللذة في هذه النشأة مخلوطة مع ماذا؟ مع الألم دائما وأبدا. إذن مهما بلغ الإنسان في الملاذ، في الشهوات، في الأمور الغضبية، في الجاه، في السلطة، في الظلم، في النتيجة ينتهي إلى درجة لا يطلب المزيد أو لا ينتهي؟ لا ينتهي إلى ذلك، لا ينتهي إلى ذلك. ونحن توجد عندنا شواهد كثيرة على هذا. تنظر هؤلاء، هذه القوى العالمية التي تصل فتسيطر على الكرة الأرضية، تبحث عن الكرات الأخرى لتسيطر عليها. إنسان كلما ازداد ظلما تجده يتمادى في ظلمه أكثر، تفصيله إن شاء الله في ذاك الحديث يأتي. على هذا الأساس إذن، وحيث أن هذه الدنيا ليست، هذه النشأة، نشأة الدنيا ليست هي نشأة يستطيع الإنسان أن يرتبط بذلك اللامتناهي فيلبي حاجة الفطرة، إذن يبقى هنا سعادته ولذته مشوبة بالألم. فلا مجال لذلك إلا في النشأة الآخرة، هناك عندما يرتبط بالله سبحانه وتعالى، عند ذلك تلبى حاجة الفطرة، وعلى ذلك الأساس فتكون اللذة خالصة والبهجة خالصة والسعادة خالصة، لا يشوبها أي ألم. فلهذا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذه الصفحة، وهي صفحة 35، يبين هذا المطلب. لا يوجد فيه مطلب أساسي، أنا الإخوة أرجع المطلب إلى أنه الإخوة هم يطالعون، ولكنه في صفحة 36 يقول إذن، هذه النتيجة التي انتهى إليها، إذن فالإنسان على الدوام عاشق لما لا يملك ولما ليس في يده. هذا الذي موجود عنده موجود، ولكنه يكتفي أو يطالب المزيد، فإذن هو طالب للمزيد، وحيث أنه فاقد لذلك المزيد فينتابه الألم. وهذه فطرة، وهو عشق المزيد وطلب الكمال اللامتناهي. وهذه فطرة أثبتها المشايخ العظام وحكماء الإسلام الكبار، خصوصا أستاذنا وشيخنا في المعارف الإلهية سماحة العارف الكامل مرزا محمد علي شاهابادي، روحي له الفداء، وأثبتوا بهذه الفطرة الكثير من المعارف الإلهية، وهي لا ترتبط بموضوعنا، وإنما سيشير إليه الإمام قدس سره الشريف في الحديث 11.
وعلى أي حال فلو وصل الإنسان إلى أهدافه، افترض وصله، فكم يدوم تمتعه واستفادته من هذه الأمور؟ وإلى متى تبقى قوى شبابه حتى يستطيع أن يستفيد من هذه الشهوات؟ ثم الإمام يبين عندما ينقضي ربيع العمر ويحل خريفه تذهب القوة من الأعضاء وتتعطل الحاسة الذائقة وتتعطل العين والأذن وحاسة اللمس وباقي الحواس، ومن نعمره ننكسه، وتصبح اللذات عموما ناقصة أو تفنى أصلا، وتهجم الأمراض المختلفة، فلا تستطيع أجهزة الهضم والجذب والدفع والتنفس أن تؤدي عملها بشكل صحيح، ولا يبقى للإنسان شيء سوى أنات التأوه الباردة والقلب المملوء بالألم والحسرة والندم. هذا طبعا إذا تهيأت الإنسان كل الشهوات، وإلا في الأعم الأغلب أساسا يتمنى ولكنه لا يستطيع أيضا الوصول إلى تلك الشهوات. الإمام ده يفترض أنه لو فرضنا أن الإنسان استطاع أن يصل إلى أهدافه ومع ذلك ينتهي به المطاف إلى هذه النقطة، فلهذا يبين يقول: وأفترض لكم في بعد 4-5 أسطر، وأفترض لكم بصورة عاجلة فرضية خيالية، وهذا أيضا ليس له واقع، فرض المحال ليس بمحال. أفترض لكم عمرا هو 150 عاما مع توافر جميع أسباب الشهوة والغضب والشيطنة، وأفترض بأنه لا يعترضكم أي شيء غير مرغوب فيه، ولا يحدث أي شيء يخالف هدفكم، ومع هذه الفرضية ماذا ستكون عاقبتكم بعد انقضاء هذه المدة القصيرة بالنسبة إلى اللامتناهي؟ 150 سنة لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ بالنسبة إلى النشأة الآخرة التي لا نهاية لها، 150 لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ 1500 لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ كل آت فهو قريب، في النتيجة ينتهي. أليس الصبح بقريب؟ ينتهي. هسه 1000، 2000، 3، 4، 5 في المعمرين، جملة من الأنبياء كانوا من المعمرين، عندما كان يقال لهم بأنه في آخر الزمان أعمار أمتي الخاتم تصل بين 40 و50 و70 و60، في الروايات في التاريخ ينقل إلينا أن أولئك الأنبياء العظام كانوا يقولون: لو أدركناهم لأتممناها بسجدة واحدة، لأنه كان يعمر هو 3000 سنة. عندما نوح يبلغ في قومه 1050 عاما، هو المبلغ فقط تبليغه 950 سنة، هسه الروايات تقول بعضها 2000 سنة بعضها أقل أكثر، كان من المعمرين كما نعلم. هو نسبة 50 و60 و40 إلى 2000 سنة، نسبة 1 إلى 40، نسبة 1 إلى 50، هو طبيعي عندما تسأل ماذا تفعل يقول: لو كنت لو أدركتهم لأدركتها لأتممتها بسجدة واحد. عندما يصلي إبليس لله سبحانه وتعالى 2000 ركعة في 4000 عام أو في 6000 عام، 2000 صلاة، بتعبير الإمام أمير المؤمنين لا يعلم أنها من سني الأرض، هذه السنوات من سني الأرض أو من سني السماء، هاي 4000 أو 6000 سنة هم مو معلوم من سنوات الأرض لو من سنوات السماء. إذا كانت من سنوات السماء إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هو 2 ركعة صلاة صليها. بس الإنسان عندما يرى يقرأ يجد بأنه واقعا مو 10 سنوات و5 سنوات و20 سنة و100 سنة، كلها تافهة بإزاء ذلك العمر المديد الذي لا نهاية له. فلهذا يقول: ماذا ستكون عاقبتكم بعد انقضاء هذه المدة القصيرة والتي تمر مر الرياح؟ ومع هذه الفرضية فماذا ادخرتم من تلك اللذات لأجل حياتكم الدائمية
لأجل يوم عجزكم ويوم فقركم ووحدتكم، لأجل برزخكم وقيامتكم، لأجل لقائكم بملائكة الله وأوليائه وأنبيائه، هل ادخرتم سوى الأعمال القبيحة المنكرة والتي ستقدم لكم صورها في البرزخ والقيامة، وهي الصور التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى؟ إن جميع نيران جهنم وعذاب القبر والقيامة وغيرها مما سمعت هي جهنم أعمالك التي تراها هناك. أما جهنم الملكات فقلنا بأن جهنم الأعمال بالنسبة إليها لا شيء، ووجدوا ما عملوا حاضرا. سألتذ هنا ما شئت، اركب هنا ما شئت، كل هنا ما شئت، احكم هنا ما شئت. بعد انت تستطيع ان تصل الى مال قارون؟ مهما بلغت في الاموال، تستطيع ان تصل الى جاه ورئاسة فرعون؟ تستطيع؟ وبلغوا هؤلاء وانتهوا. فلهذا يقول في صفحة 37، هذه المطالب اللي أنا ما أقرأها ما بها فد مطلب أساسي، الإخوة هم يطالعونها. ومن هنا يقول: وأحيانا تصبح هذه الملكات سببا في أن يخلد الإنسان في جهنم، لأنها تسلبه الإيمان. هذه الملكة تكون سببا لسلب الإيمان، كالحسد الذي ورد في رواياتنا الصحيحة عن أبي عبد الله الصادق قال: إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. وكحب الدنيا والجاه والمال الذي ورد في الروايات الصحيحة أنها أكثر إهلاكا لدين المؤمن من ذئبين أطلق على قطيع بلا راع، فوقف أحدهما في أول القطيع والثاني في آخره. عن أبي عبد الله الصادق: ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها، أحدهما في أولها والآخر في آخرها، فأفسد فيها من حب المال والشرف في دين المسلم. إلى أن يقول الإمام قدس سره: أيها العزيز، لقد ثبت في العلوم العالية، مراد من العلوم العالية يعني الأبحاث الفلسفية، أن درجات الشدة غير محدودة، كما أن درجات الجنة غير متناهية، كذلك دركات الجحيم غير متناهية. لا يتصور الإنسان يصل إلى درجة بعد يقول: لا، لا توجد فوقها درجة. لا، أينما وصل يستطيع أن يوجد، يصل إلى درجة فوقها، وفوق كل ذي علم عليم. وكذلك نعوذ بالله في دركات الجحيم، كلما وصل إلى دركة من دركات الجحيم يمكن أن تكون دونها درجة. فمهما تتصور أنت ومهما تتصور العقول بأسرها شدة العذاب، فوجود عذاب أشد أمر ممكن أيضا. وإذا لم تر برهان الحكماء ولم تصدق كشف أهل الرياضات، فأنت بحمد الله مؤمن تصدق الأنبياء صلوات الله عليهم، وتقر بصحة الأخبار الواردة في الكتب المعتبرة التي يقبلها جميع علماء الإمامية، وتقر صحة الأدعية والمناجات الواردة عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. أنت الذي رأيت مناجات مولى المتقين أمير المؤمنين، ورأيت مناجات سيد الساجدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة، فتأمل قليلا في مضمونها، وفكر قليلا في محتواها، وتمعن قليلا في فقراتها. فليس ضروريا أن تقرأ دعاء طويلا دفعة واحدة، مو بالضرورة ملل. بعض يتصور بأنه إذا لابد يقرأ دعاء أبو حمزة لابد في نفس الليلة يخلصها، لا، مو بالضرورة. أنت اقرأ كميل، ولكنه اقرأ نصف صفحة من كميل، ولكنه مع الخشوع، مع التوجه التام،
بعض يتصور بأنه الكثرة هي الملاك، لا، ليس الملاك هو الكثرة. يتصور بأنه لابد يوميا يختم 5 أجزاء قرآن، لا، مو هالشكل. مولا اقرأ 50 آية، اقرأ 20 آية، ولكنه عندما تصل إلى آية تبشر بالجنة قف عندها، وعندما تصل إلى آية تنذر بالنار قف عندها. فلهذا يقول: ليس من الضروري أن تقرأ دعاء طويلا دفعة واحدة وبسرعة دون تفكر في معانيه. فلهذا أنا وأنت ليس لدينا حال سيد الساجدين عليه السلام كي نقرأ تلك الأدعية المفصلة بشوق وإقبال. اقرأ في الليلة ربع ذلك أو ثلثة. طبعا هذه الأدعية الواردة في الليالي المخصوصة في الأوقات المخصوصة، هذا ليس بنحو أنه لا يجوز قراءتها في وقت آخر. دعاء أبي حمزة ما المحذور أن الإنسان يقرأه في أسحار غير شهر رمضان أيضا. ثم هذه الرواية ينقل الإمام رحمة الله تعالى عليه رواية يقول: وها أنا أنقل لك حديثا شريفا، آخر فقرة من صفحة 38، عن الشيخ الجليل صدوق الطائفة لكي تعرف ماهية الأمر. وهذه الرواية تذكروا الإخوة نحن قرأناها لهم فيما سبق. قال: رواية روى الصدوق بإسناده عن مولانا الصادق عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم قاعدا إذ أتاه جبرائيل، والرواية مفصلا قرأناها فيما سبق، إلى أن يقول الإمام: أيها العزيز، إن أمثال هذا الحديث الشريف كثيرة، ووجود جهنم والعذاب الأليم من ضروريات جميع الأديان ومن البراهين الواضحة، وقد رأى نماذج لها في هذا العالم أصحاب المكاشفة وأرباب القلوب، ففكر وتدبر بدقة في مضمون هذا الحديث القاصم للظهر، فإذا احتملت صحته ألا ينبغي لك أن تهيم في الصحارى كمن أصابه المس كالمجنون. الإنسان إذا تصور ماذا تقول هذه الرواية الشريفة خصوصا في ذيلها، فقال: إن ربكما يقرئكما السلام ويقول: إني أمنتكما من أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه. فقط الرسول الأعظم وجبرائيل، أما ما زاد على ذلك فلا يوجد أمان لأحد. ثم في الفصل الأخير من هذا المقام الثاني يقول: في معالجة المفاسد الأخلاقية. هالمطالب بينت ما أقرأها باعتبار الإخوة يستطيعون مطالعتها، لا يوجد فيها مطلب أساسي. يقول: انهض من نومك وتنبه من غفلتك، واشتد حيازيم الهمة، واغتنم الفرصة ما دام هناك مجال، وما دام في العمر بقية، وما دامت قواك تحت تصرفك، وشبابك موجودا، ولم تتغلب عليك بعد الأخلاق الفاسدة، ولم تتأصل فيك الملكات الرذيلة. طبعا كلما زاد عمر الإنسان وتقدم به العمر فإنه يقينا تضعف قواه، من قبيل الشجرة التي تتقدم في السن فإنه يشتد الجذر، فإذا اشتد اقتلاع تلك الجذور يكون مشكلا جدا. فابحث عن العلاج واعثر على الدواء لإزالة تلك الأخلاق الفاسدة والقبيحة، وتلمس سبيلا لإطفاء نائرة الشهوة والغضب. على أي الأحوال، إلى أن يأتي في صفحة 41 المطلب، يقرأوا الإخوة لا يوجد أي مطلب إضافي فيه. ينبغي للإنسان في وسط الصفحة: وعلى أي حال ينبغي للإنسان أن يأخذ بنظر الاعتبار الأخلاق القبيحة الفاسدة باعتبارها واحدة، ويخرجها من مملكة روحه، ولكن بشيء واحد وهو مخالفة الهوى. هذا العلاج الذي يذكره السيد الإمام ويذكره كل علماء الأخلاق. وعندما يكتمل جهاد النفس في هذا المقام، يعني في المقام الثاني، يعني في مقام الملكات، يعني في مقام الباطن، ويتوفق الإنسان إلى إخراج جنود إبليس من هذه المملكة،
وتصبح مملكته مسكنا لملائكة الله ومعبدا لعباده الصالحين، فعند ذاك يصبح السلوك إلى الله يسيرا، بعد لا يجد تلك المشقة التي كان يجدها في أول الطريق، ويتضح طريق الإنسانية المستقيم، وتفتح أمام الإنسان أبواب البركات والجنات، وتغلق أمامه أبواب جهنم والدركات، وينظر الله تبارك وتعالى إليه بعين اللطف والرحمة، وينخرط في سلك أهل الإيمان، ويصبح من أهل السعادة وأصحاب اليمين. ولكنه في آخر المطاف يقول: كان بودنا أن نشير إلى المقام الثالث من البحث. ما هو المقام الثالث؟ ذكرنا فيما سبق عندنا جنة الأعمال وجنة الملكات وجنة ماذا؟ وجنة الذات. هنا يعتذر السيد الإمام، يقول: بعد لا ندخل في المقام الثالث، وقد كنا نريد أن نشير إلى المقام الثالث للنفس وكيفية المجاهدة فيه، ونذكر أيضا بمكائد الشيطان في هذا المقام الثالث، ولكننا لم نرى المقام مناسبا لذلك فصرفنا النظر. وأسأل الله تعالى التوفيق والتأييد لكتابة رسالة خاصة في هذا الباب. هذا تمام الكلام في الحديث الأول من جهة من كتاب الأربعين حديث للسيد الإمام، وهو جهاد النفس. وبهذا المقدار نحن نكتفي في هذه السنة، ونوكل الحديث إن شاء الله في الأحاديث القادمة أو في الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب الشريف إلى السنة اللاحقة. ولكنه في ختام المبحث هناك عمل الإخوة الذين يريدون الالتزام بعمل، وهذا العمل به فيه آثار، وآثاره مجربة أيضا، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يرزق علما كثيرا أو مالا كثيرا كما في الرواية عن الإمام الصادق، عليه في شهرين متتاليين أن يقرأ هذا الاستغفار الشريف في كل يوم 400 مرة، في كل يوم 400 مرة لشهرين متتاليين. والاستغفار هو هذا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. نستغفر الله لكم ولنا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي في المفاتيح، في حواشي المفاتيح. من صفحة 34 إلى صفحة 41. نعم. المطلب لك هو علم بيصلي. ذكرت لك عملا يمكن الإنسان هو